نرجع مشاهدينا الكرام في روبريك اكتواليتي، نحكيو على ما يحصل في الساحه السياسيه، ما يدور في الساحه السياسيه حاليا في تونس. موضوع حديث الشعب التونسي على مواقع التواصل الاجتماعي هي اللوائح، لوائح فما شكون يسميها لوائح الجهل، فما شكون يسميها لوائح التخلف. دونك ائتلاف الكرامه بعد لائحه البغاء وبعد لائحة الاعتذار لاعتذار فرنسا لتونس على سنوات الاستعمار التي باءت بالفشل تبع هذه اللائحة. دونك نمشيو لائحة جديدة تقول تدعو إلى سجن كل من يمجد بورقيبة أو يترحم على بن علي. نعاود نقول الله يرحم الرئيس الأسبق زين عبدين بن علي، والله يرحم الزعيم خالد النحلي بورقيبة مرة أخرى. دونك احنا كونسيرني توا باللائحة هذه نجم ندخلوا للحبس أتوماما، بما أن المجد في إنجازات الزعيم بورقيبة. احنا كي نقولوا المجد مش المجد في أشخاص، احنا كيف نحكيو نحكيو نثمنوا على إنجازات ونقيموا معناتها سياسة معينة في فترة معينة بالظروف هذيك اللي مرت بها بإيجابياتها بسلبياتها. هنا ممنوع عليك حتى باش تقول فما نقطة إيجابية صارت وقت بناء الدولة الوطنية، ممنوع عليك باش تقول فما نقطة إيجابية أو بالستاتيستيك أو بالأرقام. مثلا تونس في المجال الصحي، تونس في التعليم، حتى قبل 2011 الثورة المجيدة نتاعهم والثورة المباركة نتاعهم. دونك هذا الكل ممنوع بالقانون، هذا مجرم بالقانون هذا. كيف كيف نتعداو لفت نظر آخر اليوم، ونخلي لكم الكلمة باش تعمقوا يسري مصطفى. دونك لفت نظر تفضل به أو تكرم به كتلة ائتلاف الكرامة لرئاسة مجلس نواب الشعب. لفت النظر نجموا نقرأوها وربما تكونوا قريتوه، معناها اللفت للنظر هو في لفت النظر هذا كونه هنالك أخطاء لغوية فاتحة عار أنها تكون صادرة عن محامي. مصحح في لفت النظر هذا، معناها حتى شكلا كي تقرأه لفت النظر يعمل العار، معناها خسارة. المحامين في بالي قرأوا معناها باللغة العربية، قرأوا قانون باللغة العربية، معناها أبسط الأشياء أنك تكتب بلغة سلسة واضحة. ما طلبناش منك عبارات معناها فلسفية أو عبارات أدبية قديمة مش ترجع لنا بها للأدب القديم، أما على الأقل جمل بسيطة، فعل فاعل مفعول به، معناها هذا شو استنيت من محامي يعني على الأقل كستركتور. ومضمونا اللائحة هذه شنو تقول أو لفت النظر هذا شنو يقول؟ يدعو رئاسة البرلمان أن يوقف رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر يسميها هو كتلة التجمع المنحل في البرلمان عند حدها، بما أنها يقول هو تعدات على كتلة ائتلاف الكرامة. هنا خلينا نذكروا شوية باللسار معناها ما بين الكتلتين لهنا بموضوعية. الكتلة ائتلاف الكرامة قام بعض النواب منها بتكفير هذه النائبة وتكفير الكتلة نتاعها، وهذا شاهدوه التوانسة على القناة الوطنية، معناها تكفير مشرع تحت قبة البرلمان. كيف كيف تم إدخال من طرف الكتلة هذه وأعضائها بعض من رابطات حماية الثورة للبرلمان وقت لصار تم الاعتداء المادي واللفظي على أعضاء الحزب الدستوري الحر، كتلة الحزب الدستوري الحر، وهذه كيف كيف تفرجنا فيها على المباشر. دونك إلا شفناه تهجم بلوتو بالكتلة هذه إلا مش كابر في عينها حتى حد، إلا توا دارت حتى على رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد بعد ما عدل موقفه تجاه القضية الليبية وقال كونه حكومة سراج، ونعاود نذكر قال كونه حكومة سراج هذه راهي حكومة مؤقتة ويلزم الشعب الليبي ينتخب حكومة إلا تمثله وتناسبه. يعني بعبارة أخرى الحكومة هذه متاع سراج ماهيش حكومة شرعية وماهيش حكومة أبدية وما تمثلش جل الشعب الليبي. معناها تعديل الموقف هذا ربما أغضب ائتلاف الكرامة، وشفنا حتى معناها تفاعلهم على صفحاتهم الرسمية النواب هذوما ومساندي الكتلة هذه ومساندي الفكر هذا. شفناهم كيفاش تقلبوا على رئيس الجمهورية اللي كانوا يرفعوا في الصور نتاعو في تجاوز معناها واضح لقوانين الحملة الانتخابية، ويهزوا في تصوير الرئيس قيس سعيد وقت اللي كان مرشح للانتخابات الرئاسية في اجتماعات ائتلاف الكرامة، ما يسمى بائتلاف الكرامة. دونك هنا في الحقيقة ما تقلبوا على السيد رئيس الجمهورية. هنا حبيت ان ناخذ رايك يسري ومصطفى وش نقولوا، موضوع مش مهم، هما مش هي ككتله مش مهمه صحيح، اما بما انه الناس هذه قاعده معناها تعمل في هالبوليميك كل يوم لازم على الاقل الناس توقف عند حدها. وبالمناسبه تحيه لزملائي الصحفيين اللي نعتبرهم زملائي والاعلاميين اللي سحبوا لي ميكرول كلهم في جيست معناها نتاع نخوه، في جيست نتاع عزه، في جيست نتاع انتصار لمهنه الصحافه والاعلام لما سب الاستاذ هذا بطريقه غير مباشره وبتهكم زملائهم من العربيه وسكاي نيوز وغيرها اللي هما زملاء هم توانسة، هنالك مراسلين توانسة من المؤسسات هذه. دونك تحية للإعلام الحر لقاطع الكلمة متاع سيف الدين مخلوف. مصطفى نبدأ معك. يعطيك الصحة عسلام. لهنا نحن في السنوات الأولى متاع الثورة كنا نحكيه على مبدأ أو مفهوم
الديمقراطية الشاملة، يعني الاعتراف بالغير واعتراف بالأحزاب المعارضة واعتراف الحكومة والاعتراف بكل من يكون مغير في الأفكار. ولكن المسألة هذه احنا الشعب التونسي خاصة نحن خلينا نحكي بأكثر توجه، أنا واحد من الناس اللي يعنيني المبادئ هذه تحكي على ائتلاف الكرامة، الخط مش في تركان الخبز. لماذا؟ الخطر الدكتور معطل العمل ميهموش اللي انت سبيت بركيبة تشد الحبس ولا سبيت بن علي تشد الحبس ولا ايه نحطك في الجنة. دونك المسائل هذه هي زمنية وهي جزء للفت النظر باش يقول اني قلت تو سامبلومون، يعني حضورهم هما لهنا في المجالس النيابيه وحضورهم في مجلس النواب جوست باش يعمل بوز. كل مره يطلعونا بحكايه شنيا الحكايه، مره يقول لك لفت نظر، مره ما يسمكش تمجد بورقيبه، مره ما يسمكش تمجد بن علي، ولكن يبقى بورقيبه رئيس يعني في سابق تاريخ 56 87، بن علي قعد من 87 حتى 2011، يعني حتى في كتب التاريخ وطريقة احنا نقرأ في البكالوريا ولا حتى في الجامعة منجموش نطيحوا الزوز الحقبات هذوما من التاريخ. علميا لا يجوز اللي انت تفرض رأيك على فئة كبيرة من الشعب وتلزمه بحرية التعبير يحب ولا ما يحبش، يعني انت لهنا تضارب حتى مع مبدأ الديمقراطية اللي حكيوه. هذا هو هذه النقطة اللي بديت بها، وانت كنائب شنو مبدأ نتاعك وشنو منهجيتك في الانتخابات؟ باش ترجع الملح بعد قلت اني سايب عليا من مبدأ الملح، باش ترجع البترول سايب عليا من مبدأ البترول، دونك وليت تتوج في حكاية فارغة التي لا تسمن ولا تغل من جوع. بالنسبة لنا دعوة لكل النواب فما دكاترة اللي هما في وزارة التعليم العالي عاملين اعتصام من يوم الاثنين، اعتصام متواصل، فرصة باش يبين النائب اللي هو ساقه في القاعة مش ساقه يعني البرة في الخيال، فرصة لأنتي باش تتضامن مع الشعب هذا. علاش؟ خاطر المسألة هذه تتجاوز الدكاترة، هي بالنسبة لنحنا للمستقبل متاع الأطفال. نهار آخر معاش لوم أي تلميذ انقطع عن الدراسة، وأنتي عندك أكثر من 50,000 تلميذ منقطع عن الدراسة سنويا، ماذا عدد وزارة التربية لهذا الشيء؟ عندك أكثر من المدرسين اللي قاعدين يهاجروا، الدكاترة اللي قاعدين يهاجروا. سيد النائب في وقت تحكي لي أنت على حكايات لا تغني ولا تنفع، أحكي لي في صلب الموضوع وخلي على قليلة وقت اللي انهارت الاجتماعات البرلمانية تحكي باسم الشعب وباسم الشعب. يعني هنا الضيق الأفق اللي يحكي على مسائل بالنسبة لي هو مبدئية بالنسبة للشعب لا تعنيه بالمرة. لذا نحن قبل العطلة البرلمانية فما مجالس نيابية، فما استشارات في مستوى البرلمان. لهنا يزمنا نحكيه على 6 شهور اللي صار لنين، احنا كشعب يزمنا نحاسبه المجلس النواب شنية المسائل اللي ترقلها، شنية المسائل اللي هي اللي حكاية فيها. القدرة الشرائية طاحت أكثر من نصف، المعامل سكرت، البريود تاع كونفينمون ما كانتش الدولة جاهزة بأتم يعني معنى الكلمة، كان المجتمع المدني حاضر، كان الشعب التونسي في تضامن كبير، ولكن لما أنت تدعوه إلى العنف المسيس والعنف المقنن، وقت اللي تفرض عليه سياسة واضحة بالنسبة لك أنت ذاك الغامضة بالنسبة للشعب، وتغير المواقف كل نهار كما كنت تحكي، يعني خلي سياستك واضحة. نورمالمون بالنسبه للنواب بالنسبه للكتل النيابيه وبالنسبه للاحزاب، نحن انتخبناكم على برامج، اين البرنامج نتاعك؟ كيف باش تقيم البرنامج نتاعك؟ عندك 6 شهور توا من مده النيابيه، كان جينا نقيمه يعني بالرسمي وعلميا شنو اللي صار، خرجنا يعني بخفي حنين، فما حتى برنامج قالوا عليه وطبقوه، حتى الملح ما طبقتوش انت، معناها اقل وابسط الحاجات اللي انت العباد اللي انتخبوك في مساله نتاع الملح والبترول، مساله الاعتذار لفرنسا، يعني وقته هو مش تحكي على الاعتذار في فرنسا، يعني واحد من الناس معطل العمل اللي يهمني في اعتذار في فرنسا اللي يهمني في اعتذار في بلجيكا، ما يهمني انيا مستوى التشغيل وحق التشغيل اللي انت حاطه في الدستور الاول والدستور 2011، الحق لكل الناس في التشغيل، هذا هو المبدأ الأساسي أني نحكي فيه ونسمعك ما دون ذلك
أنا أدير ظهري عن المشاكل اللي بتحكي فيها والافتعالات اللي بتحكي فيها. قبل ما نتعدى بربي اليوسلي نحب نسمع السادة المشاهدين حاجة لأنه عملت بوليميك كبيرة وناس كذبت وكل هي فقط دقيقة باش نسمعوها على المباشر. تفضلوا اسمعوا هذه السيدة الحاجة اللي تشكيت وقالت كونه سيف الدين مخلوف خذي من عندها 100 مليون من غير ما عمل لها حد شيء في قضية ولدها، ولا فما شكون حتى من عائلتها اتكلم وعمل فيديو لايف هو يساند في سيف الدين مخلوف، لم ينكر أنه خذي 100 مليون وقال هو تعالى متاعه شنو قال. سمعت الكل الفيديو قال كونه سيف الدين مخلوف تحول لقطر العديد المرات ومعناها أقام في نزول في قطر، دونك 100 مليون سي غولاتيف باش ياخذها في القضية هذه. نسمعوا الفيديو شاهدتوها لما المونتويس يكون شاهدوها على الفيسبوك. المرأة تبكي وشاهد القرآن في إيدها وتقول والله 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 أعطيته 100 مليون وطلب عليها 100 مليون وما خذيت حتى رسو. هذه اللي قالته الحاجة هذه بيدها الحاجة وسيلة وعملت بوليميك كبيرة الحقيقة. قالت مرة أعطيته 30 مرة 35 وبعد قعدت كمان له بالخمسة واللم بالخمسة والعشرة. ولدها محكوم بالإعدام في دولة أجنبية وسي سيف الدين مخلوف هو اللي خذي القضية هذه وطلب عليها المبلغ المجحف هذا. للأمانة هنا نحب نعلق كيف ما قضايا سيف الدين مخلوف كان ياخذهم حسب ما يقول مثلا الشيخ الهنتاتي سمعته في بعض الإذاعات وفي بعض المحطات الإعلامية يقول كونه قضايا الإرهاب ينكز عليهم بلا فلوس، معناها ما ياخذش حتى فلوس من عند المناوبين نتاعو في حاجته فقط باش ياخذ هالقضايا نتاع التطرف والإرهاب هذيا باش عمل بها بوتيتر حسب هو اسم في المجال نتاع الإرهاب والتطرف اللي هو خبير فيه. دونك المرأة هذيا مسكينة شنو ذنبها؟ 100 مليون راهي باعت لو راها ولا قدامها من بلاصة معناها فقيرة على قدها. المرأة هذيا ماهيش غنية باش 100 مليون باش تمدهم خاطر الكبدة مشومة خاطر ولدها محكوم وقتها. نصحوها ربي يهدي لنصحها، نصحوها بسي سيف الدين مخلوف يوسف. أنا ما فهمتش تبع الموضوع ومش أحكيه، مش أحكيه على سيف الدين مخلوف، مش أحكيه على الموضوع. أنا أحكيه على اللوائح وأحكيه على شو أنا شخصيا يظهر لي نبهت قديش من مرة في حصص سابقة أنه راهو الشيء اللي قاعد يصير راهو سياسة ممنهجة لتحويل الرأي العام، لإلهاء الرأي العام. ديفياسيون وإلهاء، الإلهاء، معناها ناس كما قال، معناها شوف فما مواضيع حارقة. ريتهم بكري ريتي كاف فاش تحكي ريتو ويكلات الاصفار فاش تحكي بلاد اللي تحت تحكي معها البارا تقول له يقول لك داخله في حيط مشاكل كبيره واحد وبعد اللي نورمالمون باش النواب اللي هو نورمالمون باش يحاول يساهم في ايجاد الحلول عن طريق صنع القوانين الملائمه للخروج من الازمات هذه وكذا شوف القوه فاش تهي. دونك راهو ائتلاف الكرامه او غيره ماهمش اغبياء ويعرفوا أنه تعديد مواضيع كما هذه في الوقت هذا هي لوائح لا دستورية. والله أنا يعني ومنك سمعت ما عادش نتبع برشا على خاطر بالحق وليت نلوج في بلايص أخرى، قاعد نحاول أني نلوج في بلايص أخرى كي تطلع حاجة كما هكا باز من الطريقة هذه نلوج في حوايج أخرى أنه عدم التراحم. أنا كنت نخير أنه ما نحكيوش فيه الموضوع على خاطر طحنا في البياج هو بيدو وقاعدين زاد نلهيو في الرأي العام احنا معاه مو ماش يحبونا ورينا نعملوه في برنامج معناها موضوع ونناقشوا فيه وناس تسمع فينا ونضيعوا في وقتها ونلهيو فيهم وموضوع مهم جدا ورينا نحكيه حتى على شخص على الشخصية ورينا نعطيه فيها في أهمية كريت ولا وجوه مش من باب القيمة من باب الحداد لكن تحب ولا تكره الناس اللي تكرهوا باش تتسبوا الناس اللي تحبوا باش تزيد معناها تحسك انت قاعد معناها متحامل عليه وتزيد فما ناس اللي تقرب له اكثر وتحسوا اللي هو معناها قاعد يتعرض لحمله ممنهجه زاد ما هذا لازم نعرفوهم في قبيه هذا سي لي بيج اللي وقت اللي يحطونا في وسطهم
احنا لازم نعرف كيفاش نتعاملوا معهم. ورينا لو نجولوا للمراه اللي تكلمت والمراه اللي ما تكلمتش واش خدام معاها وكذا، وكاننا بدينا نزخموا في الشخصيه من غير ما نشعر معناها اكفى مني في الموضوع هذا او واقدر مني انك تحكي فيه الموضوع هذا معناها في معناها يستمع منك مالك علاش هو هو هذا كما يحبوا عليه. لا احنا تو نحكيوا على مبلغ كما هكا وعلى القلبه كما هكا المبلغ هو خاطر اعضاء في مجلس النواب اذا كانوا هما قبل مع خرافات هكا تو شيء يخوف في مجلس النواب. محامي راه هو بالنسبه لي هو ما تعامل معاه وهذا مجلس النواب هكا برا شوف كيما كان بكري يحكي نجي كاو نحكيو كلنا وعاد اش قال والناس اش قالت وانا الناس نعرفوا برا شنو فما تجاوزات في مجلس النواب هو الاختفاء وراء الحصانه هذه اللي هي معناها لو يقعوا فهمها فهم النص القانوني كما يجب تو اشتر مجلس النواب تدخل في الحبس. واضح به الاشكاليه بتاعنا اليوم انه بالحق بورقيبة ولا كيلو بنا. وعليش نقول لك لمن أنا نرجع ساعة للكلمة اللي قلت لايحة لا دستورية ولا أخلاقية ولا دينية. لا دستورية باعتبار أنه دستور يكفلك حرية الرأي والتعبير على رأيك في حدود الاحترام ولا بقاي أنك مش تذكر بورقيبة أو تمجد بورقيبة أو أو تترحم على بن علي هذا ما يمنعكش الدستور. ثانيا أخلاقيا ودينيا لا تجوز على الميت الا الرحمه حتى ديني الله اعلم ما تشوفوا حاجه اخرى شويه انا ما يرميوا لك حاجه كيما كان هي ما تتعداش وما تعملش ويخلق لك البوز وتقعد انت لكلك في هاللبانه لكلك 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 واختيار الموضوع اللي هو بورقيبه هو بن علي الحقيقه بورقيبه مسك ولا معناها شيء سخف والله الله يهديها عبير كي دخلتنا حتى هي في الموضوع هذا انا كان انه بورقيبه تولينا يا انت تحب بورقيبه وبن علي دونك انت من جماعه كتله عبير والدستوري الحر وكذا انت تكره بورقيبه وبن علي انت معايا مع جماعه الائتلاف الكرامه معناها في عذري فرقنا حب تونس ولا عدم حب تونس الوطنيه ولا لا وطنيه اليوم ولينا اللي يحب بورقيبه وبن علي هذوك جماعه فلان معايا واللي ما يحبش مع بورقيبة كذا راهو معاك ولا نقلبوا على هيك انت تحب بورقيبة وماكش مع حتى معناها شوف لا هو لا يقولك نجم يكون استثناء راهو اليوم الشيء اللي شارع اللي ترى فيه وما همش اغبياء ونعاود لك انه يعرفوا الشارع برا شوف توا البوليميك الكبيره تصير في الفيسبوك والسب وناس تسب في ناس ويا كلاب بورقيبة ويا ايتام بورقيبة والاخر يا ايتام دراجكون ويا كلاب اردوغان ومرسي وراهو ندخلوا في بوليميك غادي راهو الشعب التونسي مش كله اما اني ولا انت ولا هو راهو فما عامه الشعب اللي يدخل فاسيلمون في المعمعه هذه وما غير ينسخ ما غير ما يفيق وهم هذا شي يحبوا. اليوم الاشكاليه تاعنا اليوم فما وطن منقول الجريح راهو يحتضر بلا تحتضر فما معطلين على العمل فما ساتذة متاع رياضة هاو قالك عنده قديش ويلوج على بلاستو ويلوج شنو باش يعمل فما ناس غيرات وقت تخزر لهم تقول يا ربي زعم المستقبل شنو فما مؤسسات صغرى تحتضر باش تموت وفما معناها عالم وفما مشاكل وفما دنيا وفما ناس اليوم فما فساد ولا في وسط الشارع فما فما بغاء فما زطلة فما بركاجات فما دنيا فما واعد نظر تدهور منظومة كاملة منظومة أخلاقية اليوم منظومة كاملة قاعدة تدهور بلاد قاعدة تطيح في الواعد وإحنا لاهين ضد بورقيبة مع بورقيبة أنت تسب أنا ما تسبش يقولي أنا مع أنا أخوي أنا بابا عندي بابا مانيش كتير كما قال عجبتني المرة اللي فاتت الضيف اللي قال أنا عندي بابا لكن أنا بورقيبي أنا نحمل الفكر البورقيبي عندي مؤاخذات على بن علي صحيح ولو أنه أولها أنه هو معناه طريقة تعامله مع بورقيبي لكن لا تجوز على الميت إلا الرحمة ترحم على الناس الكل ونقول الله يرحمه وينعمه وإذا كان عند ربي وربي هو اللي بشي حاسب الناس الكل لكن أنا مش توطني هذه توا مشكلة دولة مشكلة وطن ومشكلة شعب راهو فما مشكل معناه راهو فما إلهاء للرأي العام وللشعب وطريقة لي كما قال كم بكري كرهونا في السياسة كرهونا ما عادش الناس ماذا بيها ما عادش تتبع الناس ماذا بيها ما عادش تشوف وتتحلل بين لي هما يعملوا شي يحبوا يعديوا شي يحبوا يمشيوا شي يحبوا واقتدى البلاد اليوم تقتضي أنه وقفة حازمة مش شعب وقفة بتاع ناس تحب بلادها بتاع وطنية يقول لك بكري لحمي يشوك الراجل عايش في ألمانيا
احنا هذا اللي الناس يحاجنا بها، مش لحم الشوك على خاطر يا خويا بورقيبه تصب وهو حي وقال ان عم بول بي في غيبته. يا خويا ميساج بربي خليهم يسب، والله الا عندهم ما يزيدوا، بالعكس يزيدهم هما ذنوب على ذنوبهم. انك تسب انسان متوفي عنده قداش من عام، احنا نعرفوا بورقيبه، يجي احنا هيك احنا نتشبعوا بالفكر البورقيبي ونعرفوا كيفاش نجاوبوه. يا اخي يا اخي وقتاش خذوا التاشيره تخذوا معه في وقت بورقيب، دي بورقيب عرفت فيش يتصرف مع العملية بطريقة معينة وتعامل معهم. احنا اليوم مجلس بلدي ولا حاجة ماشيين باش يقابل وزير، باش يقابل الحكومة، هو وزير منتمي لهنا ولا منتمي لهنا، عنده برا مصالح متاع جهة متاع بلاد متاع مدينة ماشي باش يدخل في موضوع اخر. ربما على وفد المرافق هو هما شوف وفد المرافق ولا مش هذاك مش مسيطرين، تي ما مسيطر ما ولا هنا اليوم وجه واشك ماشي. لا انت مادام تعرجت لا ريت كيفاش ولا تعمل استنى ما باش نحب نوضح الموقف. ريت كيفاش ولا تعمل بوليميك وقت نسينا الجوهر لب الموضوع. الوه ناس ماشيه الغاديكا ماشيه باش تقابل باش تفك للمدينه باش تجيب، احنا نقاسيهم التمييز الايجابي، نقاسيهم الناس اللي قاعده تفك لنا بلايص اخرى وقت احنا نمشيو ولاد بلاد ما انا يمنيش الانتماءات، نمشيو باش نفكوا لبلادنا نوليو ندوروا الراي العام الكل، نوليو الموضوع ننساوه ونوليو نضربوا في بعضنا ونزيدوا بعد نقولوا اه والله شويه ما عطاوناش الموضوع ما يلزمش نسوه. لا تو انت تكلمت مش مهمكش، خلي هيك علاش قاعدين تيجوا ليش تو انت فكرت موضوع كان عامل بوليميك في المستير الايامات الاخيره. المؤخذات شوف المؤخذات اللي قاعد نشوفوا فيه في البلاد نستحق قدام الانفراستركتور اللي طايحه، يستحق قدام الشيء اللي قاعد يعمل. اسمعني ما غير تفاعل برشا، ما انش قلت لك يجب دعم المشاريع هذه، اما كيف ما نهزوش من لون واحد معناها باش ما نبداوش. لا هذا المؤخذات اللي صارت معناها الوفد المرافق كان من نفس اللون اللي هو اللون نتاع لوزي نفسه اللي هو اللون هذاك هو الازرق. دونك لهنا نقلت لك المؤخذات تو مش موقف شخصي، نحكي لك المؤخذات نتاع الناس اللي تكلمت. قالت مستير فيها جمعيات اخرى وفيها جمعيات مهتمه بالشان البيئي وفيها مجتمعيات اعطات للمجتمع المدني من حقها انها ترافق البلديه نتاع المستير للوزير هذاك. هذه المؤاخذات، اما مش تقول لي انت لا ما يلزمش نحكيو فيه وما يلزمش. شوف الناس من حقها انها تعبر. مزيارة فيها هنات فيها ضعف، هذا مزيارة فيها ضعف هذا، لكن ممكن فيها ايجابيات. احنا اليوم وقعت هام رئيس البلديه انه هو معناه نهضاوي معناه وجوه وصل لا بس تعرف لا حطت في الفيسبوك هبطت ستاتيو هذا وفد على حطوا تصوير رئيس البلديه والكاتب العام حاطين معناه شو وين وصلنا هنا ولينا نضربوا في بعضنا. انا لا انا معاك ان بنجم تكون بروتوكولين خالطه من الزياره هذه هذا هو، لكن هل انه فيها فوائد؟ ونجم تكون مش الزياره الاولى، هاي سيدي نصلحوا اللي صار في 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 الزياره اللي بعدها، وانا نتعامل مع الحكومه ما يهمنيش الاشخاص، ماشي باش نجيب للبلاد هذه اللي ولات كاينه زريبه، اليوم البلاد زريبه واحنا لاهين في كذا، اخوانه البلاد كذا، يا ولدي ما تاخوانش، يا ولدي البلاد هذه ما تخ... يا ولدي هذه بلاد نتاع بورقيبيه، لكن اليوم ما تنجم تمنع حتى انه يعاون ولا باش يحاول يساهم او انك تستغل اي ثنيه باش انت وما تقصي حتى وما تقصيش من نفس اللون وكهو. معقول معاك قلتلك تنجم تكون لكن ما كانتش تاخذ هالحجم هذا الكل. نفس الشيء ريت وين مدخلينا ولينا شوف نعطيه للشكل نعطيوه الاهميه الكبيره ونسين المضمون نسين اللب العمليه. اليوم البلاد تحتضر، اليوم فما ناس على فوهة بركان ما نحبش نستعملها، اليوم الدنيا مش ترش، عباد تحكي لك على جمهورية الثالثة من غد، وعباد تحكي لك على الجوع، وعباد تحكي لك على فقر، وعباد تحكي لك على فساد، وعباد انت بكري تحكي على 45 مليار، وعباد 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 وعباد، واحنا لاهي اللي يسب بورقيبة اللي يا خويا خليه يعديه، هو بالاختيار كان يتعدى. لكن احنا نعملوا له الهاله هذيك الكل، نزيدوا احنا نطيحوا في البياج، نزيدوا نطيحوا الناس اللي قاعده تشوف فينا وتستمع لينا، كنت خير. هذا دورك انك تقول الكلام هذا يا سيدي، هذاك علاش طرحناه الموضوع. كان ما جاش الموضوع هذا، كنت خير انا نكملوا في الامور الاقتصاديه ونشوفوا بلادنا بالحق جهتنا راهي فيها برشا وعطاها حاجات مهمه في السياحه وحكايه معناها مصطفى على المعطلين وعطاها فما كان تجاوب ما باهي معناها. وريت انت احنا حتى من أهمية الموضوع انه ناس قدك نرجع واحنا بيدنا طلبنا منهم فهمت. لا هو باهي للراي العام، لكن حتى احنا زاده دورنا توا قاعد نفسر بالطريقه هذه باش الراي العام يفهم زاده هو يكون عنده شويه عقل. تعديها عليا نجم تعديها عليا انا، لكن ما نجمش يعديها عليك انت، لكن ما نجمش يعديها على مصطفى، ممكن يعديها على نبيل، ممكن فهمني شنو نقصد. اليوم البلاد ماهياش في حاجه لهذا، هذا خليك نبداو متفرهدين
نبدأ مثلاً عنا نجم ونا لبس علينا عنا ما نأكله ما نشربه ما فماش عائلة فيها بطالة ما فماش كذا تونا تلاقي وبعضنا وذي يزيم الفاضل تونا نبدأ نتعاركوا على برجيبة وبن علي ولايحة وانتوما وأحنا والأخوان وأخوانتو كذا اليوم احنا في نفس السفينة كان بيستغرق راه بيستغرق بالناس الكل ولو أنهم مش بنفس الطريقة خاطر فما ناس عبيت وناس استغلت الفرصة هذه ولكن انا بشتغرق بينا تحب ولا تكره مش بشتغرق بيانا ولادي وانا عبيت وعمل لكن بشتغرق على الاقل بناس اخرين من عائلتي وبناس اخرين ممكن انا نهرب ونز روحي ونمشي نعيش برا لكن فما مش نخلي عائلة لان مش نز الناس كل معي اليوم احنا في نفس السفين اليوم على البلاد اللي فرقنا اليوم شكون اللي يحب البلاد هذه وينتمي لها وتهموا البلاد هذه ومصلحة البلاد هذه شكون الوطني وشكون اللا وطني شكون اللي عنده الانتماء للبلاد شكون اللي يحب بلاده وشكون ما يحبش بلاده شكون بلغة أخرى باش نكبرها الوطني وشكون الخاين هؤلاء هنا اللي تجي ما هو الخيانات توزعوا فيها كما تحبوا انتم وذوك خوانا وخان وعطاء وما والفرنسا وكذا اليوم 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 المفصل اليوم اليوم باش نحكيه على شكون خاين وشكون يحب البلاد هذه مش قبل توا البلاد مستحقين لنا الناس الكل اذا كان باش نقعدوا نلعبوا في اللعب هذا فكنا خوانا وكنا مشاركين في الخيان واذا كان مش باش نفيقوا اليوم ما عادش حاجتي ما عادش نحب انا بورقيب والناس الكل ما فماش شكون يزيد يتزايد عليا في الموضوع هذا بورقيبي وافتخر لكني نحمل الفكر بورقيبي ما عادش نحب مفضلك ما عادش نحب نشوف تصوير بورقيبه في بورقيبه في قلبي وبورقيبه في مخي ما تعني لي شيء انك تزيدني تحط لي تصويرها في ماستنوير باش تعمل بها باش خاطر استغلوها انت مثلا نجم تكون عبير موسي الوحده نتاعها على نيتها لكن وقع استغلالها من جهه اخرى وقعت الجيش الشارع ولينا الناس معناها زاد كره من هنا بورقيبه وزاد كره من هنا وشكون اللي ينتمي لبورقيبه اذا كان صوره قلقتهم معناها يعني صوره جابت صور اخرين يا خويا انا يا خويا انا مستير وبورقيبي ونحب بورقيبه بورقيبه لهنا ولهنا ماهوش في تصويره واليوم بلاد يا مستير باش نبدا بمستير وبعد نرجع لتونس خاطر بورقيبه راه ربانا على حب الوطن واللي عملوا الكل بورقيبه بورقيبه نحى الجهويات نحى العروشيات علمنا قرانا باش ما نوصلوش ما نوصلوش ناس كيما هكا تعديها علينا وطيحنا في البياج باش نكونوا ذكيين وما يعديوهاش علينا لهنا الفكر البورقيبي بورقيبه فكر توا بورقيبه الله يرحمه ما عادش بورقيبه فما فكر فما ثقافة ذاكرة وطنية أنا معك شجر يسري دو احنا معك ما فقط نقطة ميساج نعرجوا بها في, في, في برلمانات الدول المتحضرة كلها والدول المتقدمة كلها صور زعماء متاحهم موجودة في البرلمانات احنا بتاتر عمقى الحيوت الكل معناه تقع ناس معلق ويحترموا شفت النظر انا معاك رفع صورة الزعيم بورقيبة يا كتلة ولا مش كتلة المفروض في برلمانات قلت لك الدول المحترمة والدول الديمقراطية والدول اللي عندها مستوى متحضر وعندها مستوى معرفي وعلمي وعندها معناها مستوى متقدم علينا احنا باسل الصور متاع زعماء متاعهم ورؤسائهم والناس اللي خلت اثر في بلدانهم رأيك تلقاها موجودة في البلدية في البرلمانات موجودة في كل بورقيبة في كل الديار موجودة في الديار موجودة في كل بلاصة بالمفروض بالعكس سيتان بلوس المجلس النواب الشعب اللي هو أسس زعيم بورقيبة إنها ترفع صورة الزعيم شو فهنالك من ترفع رسميا أي ما فماش شكون يحلها شو يا يسري ما هو ميساج أنت عطيت وجهة نظر خلينا نعطي وجهة نظر ناس أخرين كيف كيف إذا ما استفاد من الناس مادام السياسة الكل مش مهم للبلاد اليوم يا ولدي مانيش نحكي على مهم ولا مش مهم أنت عطيت مثال عطيتك مثال برلمانات العالم الأخرى ما فماش برلمان في العالم المتحضر ما تلقاش صور الزعماء نتاعو وضعيتك الاقتصادية والثقافية والمالية وضعيتك الثقافية وضعيتك هذوما الكل هي شنو اللي خلاك تنحيها الصور هذه اللي كانت معلقة احمل الفكر ما تنحيش الصورة هذه اليوم وكون ذكي وكون ذكي واحمل الفكر وانسى الصورة توا وبعد تنحيها اما سان نوبيشكو صورة ما تعمل حتى شيء ما تقلق كل المرضى معناها هي ما تقلقت هي لكن وقع استغلالها في الهوموفيسونس هذاك علاش انا قلت لك راه يكونوا ذكيين ما تخليهوش باش نوريك انه كلامك صحيح في 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 وجهه نظر انا نشوف لفت النظر فيش فيه في ضرب رموز الحركه نتاع الائتلاف يا اخي انت ضربت رموز الوطن
تضربني وكيل وسبقني وشكال ينشوف انت لفت النظر اللي حاطينه انه رئيس الكتلة الفلانية انه تضرب في رموز الائتلاف او الكتلة متاعهم او كذا وكذا. هو راهو يجي يقول لك انت زعل شنو باش الناس تعرف علاش هما عملوا لفت النظر هذاك، لانه الكتلة متاع الحزب الدستوري الحر تقدمت بطلب للبرلمان لرئيس البرلمان. خل نوضح بربي يسري نقطة خاطر برشا ناس ما فهمتش، قال لك علاش شنو الخلاف علاش هو تكلم هكاك في لفت النظر. عماد دغيش يسولوا يجول في البرلمان، هما طلبوا توضيح معناها كنت الحزب الدستوري الحر قالت لهم شنو يمثل السيد هذا في البرلمان التونسي، معناها قاعد فيه اكثر من نواب ليل ونهار في الصباح في العشيه في الليل في البيفات بارتو في البرلمان التونسي، هذا شيء يعمل خاصه نعرفوا كونه كان يترأس لجنه حمايه الثوره المنحله قضائيا لارتباطها بالعنف وكله، عنده قضايا حاليه في المحاكم معناها، دونك عادي انه يتسالوا شكون هالدخيل على البرلمان خاصه وانه معناها السيد هذا ما عليه شبهات معناها وهم اعتبروا والطرف الاخر اعتبر انه رمز من رموز نضال ونضال وكأنه معناها على راس السيد هذا ريشه انك انت ما يلزمش تتكلم عليه وقت انت تتكلم على رموز وطن. بالضبط انت تحكي على رموز وطن سبيتهم ما خليت ما قلت فيهم ما خونتهم نعتهم بابشع النعود وقت اللي هما معناها متوفين لا دينيا ولا اخلاقيا ولا قانونيا معناها من نواحي الكل، لكن اليوم سبقني وبكى وضربني وشكى اسكو باش نطيحوا في البيج باش نقعدوا في المستوى هذا، اضربني نضرب لك ارمي لي الكوره نرمي لك الكوره انت عملت لي انا عملت لك عرفت كيما كل زوز صغارك اللي انت فكيت لي عروستي انا فكيت لك ادرا شنو وكسرت لك ادرا شنو انت ما نخرج يا اخويا نترفعوا ايجا احنا ولاد البلاد هذه احنا قلتها 60,000 مره ملاكه ماناش كرايه، واذا كان ماناش احنا اللي باش نترفعوا باش نخرجوا بالبلاد هذه الى بر الامان والله مسكينات صغيراتنا والله يقدر الخير مسكينات والله يقدر الخير وان شاء الله تقف المهازل هذه. دونك كمان ريبريك اكتواليتي نخرجوا فاصل ثم نعود.